هذا اللي اول مره ان شاء الله غدوه بطوله ربي اول ماتش ليا اوفيسيال في في طيب الميري. هذا اللي معلقين عليه امال كبيره الجماهير، ان شاء الله نكون عند حسن الظن نتاعهم. وكما قلت ديما نعاود نحكي الكلام برشا برشا زيد في التيران، ان شاء الله وقت يضمن بالكره يكون حمزة مسلوسي حاضر، مش كان حمزة بركة الولاد الكل نعاونوا بعضنا وبقدرة ربي نعملوا موسم باهي سنة ونفرحوا الجماهير نتاعنا. ومن المنبر هذا ندعو يعني جماهير باش تكون حاضر بكثافه باش يساندونا، وهما راهو اللاعب الاول والاخر وقدرة ربي عام باهي ان شاء الله. والله جو ما لقيتش يعني حاجه مختلفه، يعني جو الكل يعني نعرفهم برسك الولد الكل نعرفهم، ما لقيتش مشكله في الدخول المجموعه في يعني الولد الكل برسك نعرفهم، يعني لعبت معاهم ولا لعبت كونترهم دونك الكل دونك يعني ما لقيتش مشكله كبيره. كما قلت لك يعني قوه سياسات اللي قلت لك ان شاء الله نعملوا عام باهي.